عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حين يذكرني، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب مني شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه البخاري. خلونا معاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر. والفجر. وليال عشر. وليال عشر. والشفع والوتر. والشفع والوتر. والليل إذا يسر. والليل إذا يسر. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد. إرم ذات العماد. التي لم يخلق مثلها في البلاد. التي لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. وفرعون ذي الأوتاد. وفرعون ذي الأوتاد. وفرعون. وفرعون. الراء شنو؟ مرققة ولا مفخمة؟ مرققة. وفرعون قبلها مكسور وهي ساكنة. وفرعون ذي الأوتاد. وفرعون ذي الأوتاد. وفرعون ذي الأوتاد. لا الحين في ناس تفخمها. أي كلمة فرعون بالقرآن دائما الراء مرققة. وفرعون ذي الأوتاد. وفرعون ذي الأوتاد. أكثر ترقيق. وفرعون ذي الأوتاد. وفرعون ذي الأوتاد. الذين طغوا في البلاد. الذين طغوا في البلاد. الذين طغوا في البلاد. الذين طغوا في البلاد. ما أسمع القلقلة. الذين طغوا في البلاد. الذين طغوا في البلاد. فأكثروا فيها الفساد. فأكثروا فيها الفساد. فأكثروا فيها الفساد. فأكثروا فيها الفساد. الواو هني واو مادية. فأكثروا لازم تطلع الواو من الجوف، ما تقول فأكثروا، لا تطلعها من خشمك. فأكثروا فيها الفساد. فأكثروا فيها الفساد. فصب عليهم ربك سوط عذاب. فصب عليهم ربك سوط عذاب. الرقق الباء والسين. فصب وسوط.
فصب عليهم ربك سوط عذاب. فصب عليهم ربك سوط عذاب. إن ربك لبالمرصاد. إن ربك لبالمرصاد. هني الراء ساكنة وقبلها مكسور، لكن اللي بعد الراء حرف مفخم وهو الصاد، فهني خارج عن القاعدة الراء، فإحنا نفخم الراء هني. إن ربك لبالمرصاد. 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 أحسنتم، بارك الله فيكم. خلونا معا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، من الأخطاء الشائعة في سورة الفجر قلقلة الجيم، والفجر والفجر وليال عشر عشر. الراء هني ساكنة قبلها ساكن، لكن قبل الساكن مفتوح، فإذا شفنا الحرف الساكن هذا اللي هو الراء نبحث عن الحركة اللي قبله حتى نحكم عليه تفخيما أو ترقيقا. والشفع والوتر. والوتر هني الراء أيضا مفخمة. والشفع والوتر. والشفع والوتر. والليل إذا يسر. هني الراء لها حكمين، يجوز التفخيم ويجوز لنا الترقيق. يسر على أصلها، والليل إذا يسري. والليل إذا يسر ويجوز لنا التفخيم على القاعدة، لأنها حرف أو الراء هني ساكنة وقبل الساكن ساكن وقبل الساكن مفتوح. والليل إذا يسر. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ شوف الراء هني شنو قبلها؟ ساكن، وقبل الساكن شنو؟ مكسور، حجر، فإذا نحكم عليها بالترقيق. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ بعاد غلط، بعاد إرم، إرم ذات العماد. التي لم يخلق مثلها في البلاد. بلاد غلط، بلاد، وانتبه ليخلق، يخلق. التي لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخرة، الصخرة، شوف التفخيم، الصخرة بالواد. وفرعون، هذه كلمة فرعون في أي مكان في القرآن نرقق الراء هني، لأن الراء هني ساكنة قبلها مكسور. وفرعون، وفرعون، قول معي وفرعون. وفرعون ذي الأوتاد. الذين طغوا، طغوا مفخم الطاء والغين. الذين طغوا في البلاد. فأكثروا، 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 شوف الكاف هني عليها سكون. فأكثروا فيها، فأكثروا فيها الفساد. فصب، فصب، صاد مفخمة والباء مرققة. فصب، فصب عليهم ربك سوطة. شوف هني شيء مهم، وهو السين المفتوحة في كلمة سوطة، كثير من الناس يخطئ فيها يقول صوطة. فصب عليهم ربك سوط عذاب. إن ربك لبالمرصاد. لبالمرصاد. هني الراء ساكنة لكن قبلها مكسور، لكن بعد الراء ينظر للحرف اللي بعد الراء، إذا كان من أحرف التفخيم تخرج عن القاعدة الراء هني ونفخمها تبعا لما بعدها، لكن ما ينفع نقول لبالمرصاد. شوف يصعب عليك تفخيم الصاد بعدها تصير سين. لبالمرصا، شوف لازم تطلع منك سين، لكن لما تقول لبالمرصاد انت تتهيأ من الراء للصاد.
إن ربك لبالمرصاد. أشوفكم إن شاء الله في الحلقة القادمة.